سيبدأ معرض الدفاع العالمي الذي ستنظمه الهيئة العامة السعودية للصناعة العسكرية يومه الأول بحفل افتتاح يضم عروضا حية لقدرات التوافق العملياتي بين أنظمة الدفاع والأمن في جميع المجالات بمشاركة عمالقة الصناعة بما فيهم لوكهيد مارتن، بوين وجنرال دينامكس ونافانتيا وبي اي سيستمز وتورينكو، حيث ستشارك أكثر من 450 شركة من حوالي 37 دولة في استعراض أحدث تقنيات صناعة الدفاع والأمن عبر مجالات البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات، وذلك في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشراكات. وقبل يوم من انطلاق المعرض سينظم المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ملتقى الرياض للدفاع كحدث تمهيدي للنسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي، حيث سيستضيف الملتقى عددا من الشخصيات العسكرية والسياسية الدولية للنقاش في أحدث توجهات القطاع التي سترسم مستقبل الدفاع والأمن. فيما يتبع الملتقى فعالية تحية الرياض، حيث ستحل طائرة عسكرية دولية في سماء الرياض لأداء عرض جوي، كما تستعرض المملكة العربية السعودية قدراتها المحلية في صناعة الأمن والدفاع، وذلك من خلال الجناح السعودي بمشاركة واسعة للجهات العسكرية والحكومية والشركات المحلية، مما سيتيح فرصا كبيرة للتواصل مع الشركات والمستثمرين من حول العالم بهدف عقد الشراكات ونقل التقنية وتنمية الكفاءات المحلية، الأمر الذي يدعم مستهدفات رؤية المملكة لتوطين ما يزيد عن 50% من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030. وقال الرئيس التنفيذي في معرض الدفاع العالمي أندرو بيرسي إن مستوى الطلب على المشاركة في المعرض يعكس ثقة الصناعة العالمية الكبيرة في سوق الدفاع والأمن بالمملكة، مشيرا إلى أن النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي تشكل فرصة لرواد الصناعة حول العالم للتعرف على منظومة الصناعة العسكرية في السعودية وتوجهاتها الاستراتيجية ومقابل الشركاء الرئيسيين في الصناعة من خلال برامج تواصل مصممة خصيصا لتحفيز الشركات والصفقات بين المشترين والموردين على جميع المستويات في سلاسل الإمداد. وسينفرد المعرض عالميا بمجموعة من المزايا، وفي مقدمتها تجهيز مدرج للطائرات بطول 3 كيلومتر وعرض 45 مترا للعروض الجوية المباشرة، ومركز تفاعلي للقيادة والتحكم لاستعراض إمكانات أنظمة التوافق العملياتي التي تعد من أهم التوجهات في صناعة الدفاع والأمن العالمية. تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان والتصريحات التي أدلى بها خلال مؤتمر التقني الدولي. وأبرز نشطاء تصريحات الأمير عبد العزيز بأنه لا يرى كلمة مستحيل بقاموس المملكة، حيث قال إن القصة الحقيقية للمملكة هي الجيل الشاب الطموح العازم المليء بالأمل، ومع هذا الجيل لا أعتقد أن كلمة مستحيل ستكون في قاموسنا. وقال الأمير عبد العزيز إن إعلان المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 مشروط بتطوير التقنيات اللازمة لإدارة وتخفيض الانبعاثات، مبينا أنه لا توجد دولة في العالم غير المملكة من خارج دول الملحق رقم واحد في اتفاقية باريس للمناخ تعهدت بمثل تعهد المملكة دون طلب الحصول على التمويل أو المساعدة. وأكد وزير الطاقة السعودي على أن تحول الطاقة يتطلب كثيرا من التمويل والاستثمار والبرامج، مبينا أن المملكة تعمل مع جميع الدول في جميع الجوانب، لأننا لا نريد أن نكون مستقبلين فقط بل نسهم مع العالم في إيجاد الحلول ومشاركة الخبرات. وقعت البحرية الأمريكية مع المملكة العربية السعودية على اتفاقية لإنتاج 4 سفن سطح قتالية متعددة المهام ذات قدرات عالية على المناورة والاشتباك الفعال في العمليات الساحلية والبحرية المفتوحة بهدف مواجهة التهديدات البحرية والأمن الاقتصادي المعاصرة وتزويد المملكة بقدرات بحرية متطورة. ويتعزز حضور لوكهيد مارتن في المملكة العربية السعودية عبر مبادرات التدريب التي تشجع الجيل الجديد من المواهب السعودية وتدربهم على ضمان وصول المملكة إلى تحقيق الاستدامة في صناعة الطيران والدفاع والأسلحة البحرية. أبرمت القوات البحرية الملكية السعودية وشركة لوكهيد مارتن الأمريكية لصناعة الأسلحة اليوم
اتفاقية استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية البحرية للمملكة. وأكدت الشركتان في بيان مشترك منشورا على موقع الاستخبارات العسكرية تكتيكال ريبورت توقيعهما على اتفاقية استراتيجية لتأسيس مشروع مشترك للتعاون بين الشركتين في مجال تعزيز القدرات الدفاعية والأمنية للمملكة العربية السعودية ودعم قدراتها التصنيعية والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية ضمن رؤية المملكة 2030. وأبرمت هذه الاتفاقية على هامش المعرض الدفاعي الدولي آيديكس 2021 الذي انطلقت فعالياته في أبوظبي سابقا من قبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية وليد أبو خالد ونائب الرئيس الأول في لوكهيد مارتن للقطاع الدولي تيموثي كاهل. وتحصل الشركة السعودية بموجب الاتفاق على 51% من أسهم المشروع الجديد مقابل 49% للشركة الأمريكية. ولفت البيان إلى أن الاتفاقية الجديدة ستعمل على تطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة وتدريب الكوادر السعودية على تصنيع المنتجات وتقديم الخدمات لصالح القوات المسلحة السعودية، وذلك بهدف تطوير قدرات المملكة في مجالات تقنيات التصنيع وتقنيات البرمجيات وتكامل الأنظمة، وكذلك في إنتاج وصيانة وإصلاح الطائرات العمودية وذات الأجنحة الثابتة وأنظمة الدفاع الصاروخية والأنظمة على متن السفن.